مسترزقه هنا في الحاره، النسوان مش هتفهمي. وانا من النهارده كل يوم بالليل اقعد معاكي شويه اعدل لك لسانك ده واكسب فيكي ثواب. بدل ما انت عامله زي النسوان لا مؤاخذه كده. نعم ايوه يو، يعني هي الدنيا هتتهد. خير؟ عايزه مننا يا وش البومه تاني؟ ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نواله خالتي جارتنا. نعم، عاوزه ايه؟ عاوزه اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. يا نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا اختي. روحوا اربي له الشربات اواه. ايه؟ استني يا خالتي، واي فرح؟ تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده ايه العطا اللي بينا عايشين فيه ده؟ اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. شرع ربنا محل للراجل اربعه، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا وليه يا عايبه؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله، ثم تعالي هنا بقى. هو بقى يرجعك عشان كده؟ قومي من هنا زباله الحريمه دي. قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل، اطلعي يا اختي اطلعي. انا حق علي فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص، اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاجل. لكن ازاي؟ راجل كل عشته مع البهاي، اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده؟ انت حدك حشرك حد جاب سيرتك واحده وباقيه على جوزها؟ انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان الست جمالات. ما تسيبي صاحب الشأن تقول رأيها. هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحب الشأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على دره عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدره لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي، لا هي جايه بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايتها حاجه. وبعدين معاكي بقى يا الله. ست جمالات، انا جاي وطالب ايديك على سنه الله ورسوله، وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عمارتي اللي فيها المحل. هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط، وكل اللي تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس، والخد التانيه الفده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف، فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانه المسكينه دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحده تانيه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المرايه قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برايك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمه على عظمه جولي جدعه بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش في الشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رميه الكلاب حتى لو جبتولي مال قارون. ماشي يا انا يا انت، هتقعوا مني فين؟ مش الكلام ما تجيني على المفرمه. انت واقف هنا بتعمل ايه؟ ده يا انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرف. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك ده انتوا ستين نصين نصيب عليكوا كلكم. عملت لك اللي في دماغك بس اديك شفت. هو احنا لينا غير بعض يا سلومه؟ ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا عاوز تبيعني وعشان خاطر مين يا سلومه؟ اهي بعترت كرامتك في الارض وخليتك ما تسواش فرده شبشب مقطعه. بالراحه بالراحه، خف صابعك اللي عامله زي المخاز. ايه بتكبسي جاموسه؟ كفايه كفايه، جبت انت تعبتني. بس الشهاده لله، الوليه اللي اسمها جمالات غلبانه هي العقربه اللي اسمها كوريا دي اللي ورا كل المصايب. لكن انا هخرب بيت الاتنين. يا انا انت يا كوريا في البيت ده، يا انا انت يا كوريا انت وقريبتك يا كوافيره الحمير. True copy of the original and no one can doubt it. It's a very nice piece. Thank you. You're welcome. Thank you very much. I hope to see you again.
اوكي يلا ادخل. انا اسف يا دكتور، حاجة لحضرتك بعدين. تعال هنا. ايه شايفني قلع هدومي؟ ايه عاوز ايه؟ الاداه بتاعت الشركه المتحده، كنت عايز ابلغ حضرتك التطورات بتاعتها. مش عايز اعرف اي حاجه. ومش حضرتك محامي؟ ايوه. خلصها كلها من الالف للياء. انا دكتور؟ ايوه انت. وقول لي كمان زمايلك اي واحد كنت مديه قضيه قبل كده يعمل فيها حاجه يخلصها. مش عايز اعرف اي حاجه عن اي قضايا، مفهوم؟ انا بديكوا فرصه عمركم، واللي هيفشل فيكوا هرميه بره وهجيب غيره، مفهوم؟ تحت امرك يا دكتور. ازيك؟ انت فين؟ عندي ايه؟ دكتور التجميل؟ ما شاء الله. لا حبيبتي مش عايز حاجه، خليكي في اللي انت فيه. يلا سلام. بقول لك ايه، هاي ده هانم، ما تنزلي تشوفي باب الرزق الجديد اللي انت فاتحاه ده، لازم تهتمي بيه. نربي رجلي جديده، امال ايه؟ مش محتاجه قاعده. امال انا جايباك ليه يا استاذ شكري؟ مش عشان تكلمها وتفهمها ونخلص من الموضوع ده؟ أنا مش عايزة مشاكل مع الناس اللي في المنطقة كل يوم والتاني، وقلت لها هدفع لك فلوس تنكيس البيت عشان نخلص من سلوكة الجزار اللي بنطلنا كل شوية والتانية وهي اللي مش راضية. وأنا قلت لك 100 مرة دي أمور شخصية، بتحشري نفسك فيها ليه دلوقتي؟ ما قلنا بقى حوار مسمار جحا اللي عايزة تدبه لنا في قلب المكان ده مش هياكل. بقول لك إيه؟ إيه؟ كفاية العرق الصعيد اللي فاطت جوه ده نفوخك ده؟ الهانم عايزة تديلك مبلغ محترم. المبلغ ده هينفعك. يا ستي اعتبريه مقدم جديد للإيجار. اعتبريه بلاش مقدم جديد، اعتبريها جمعية ودخلت فيها وانت أبطيها الأول وبتقصتي بعد كده طرنشات يعني كل شهر عشان نرمي المبلغ ده لسلوم الكلب عظمه ويتلهي فيها. نعم نعم، وهي هتفضل بقى عدلنا هنا مصبحنا ومبسيانا لغاية ما الفلوس دي كلها تخلص؟ ليه يا خال؟ هو انت مش قلت لي انها كام اسبوع هتزح من هنا؟ ده على اساس ان انا اللي طايره من الفرحه بعدت هنا ومش عايز امشي؟ اسمعيني كويس، الضابط اسمه ايه علاء ده جالي من فتره وقال لي انه البيت ده لازم يتنكس فورا والا هيبقى في قضيه وهيضطروا يخلوا البيت من السكان، بس هو يعني يقدر يعطل شويه المحضر عشان يحل الموضوع بشكل ودي ومن غير مشاكل. الضابط ايه حلوه جالك؟ ده امتى وفين ان شاء الله؟ والله ومشينا امورنا ونسيبنا الحكومه وبقينا قرايب. انا كم مره قلت لك بطلي اسلوبك الفالجر ده؟ انا ماليش دعوه، هو انا اللي رحت له؟ هو اللي جالي لحد هنا وخبط على الباب وقال كلمتين دول ومشي. وماله يا ناس، فيها ايه؟ فيها ايه؟ طالما الضابط ده طيب وابن حلال نخليه واقف بصدمه واحنا بندي المبلغ لسلومه عشان تبقى الحكومه شاهده على الفلوس. ايه اللي انت بتقوله يا اسطى شكري؟ ده ضابط مباحث. هو انت نسيت انا مين وبعمل هنا ايه؟ انت عايز تدخل ضابط مباحث في حياتي؟ واحنا مالنا يا اختي؟ واحنا كنا احنا اللي دخلناه؟ ما هو اللي حشر نفسه بنفسه، هو اللي مش قاعد على حامي ولا على بارد من ساعه ما شافك، ده هو اللي مهزق نفسه عشان ده بيعمل عمايل الصراحه ما يعملهاش امين شرطه ولا عسكري. وتفكرك انا ما شفتوش يوم ما جه يوم افتتاح المحل عشان يطل؟ شفته يا جولي، شفته وهو ماشي يا فايق قمر عيش. هو انت شفتي يوم الافتتاح؟ ايوه يا اختي شفته. تعالى كده خال، تعالى خال والنبي معلش. شفته يا جولي. بقول لك يا حبيبتي اقعدي اقعدي. انا عايزه انصحك نصيحه لوجه الله، مع انك ما تستاهلهاش، بس انا انصحهالك برضه. بصي يا حبيبتي، سيبك بقى من جو الهوانم وجولي ومولي ودولي وهايدي ومايدي والجو ده. عيش عيشتك اللي انت عايشاها دلوقتي. يعني انت دلوقتي اسمك ايه؟ اسمك جماليه. وشكل الجمالات وساكنة في بطن البقرة ومعاكي بطاقة بتقول ان الجمالات تحطها كده في عين التخين. ده انا لو اتعكشت كده وخدوني على الاسم تروح انت تضمنيني وتطلعيني على ان الجمالات. يبقى لازمته ايه بقى شغل القط والفار اللي انت عاملاه مع الظابط ده؟ ثم تعالي هنا، انا مش فاهمه هو ازاي مشكش فيك لغايه دلوقتي. انا الصراحه لو مكان وظابط وانت بتعملي الحركات اللي بتعمليها دي كنت شكيت فيك. واحده اول ما اشوفها تسورق، يا اما كده تروح وتزوغ مني في الكلام. هو في ايه؟ ده انا كنت قلت عليك يا اما تاجره مخدرات يا اما لا مؤاخذه بتجري في الاعضاء البشريه. بصي يا حبيبتي فكي كده، فكي كده وخش على الراجل بصدر عشان ما يشكش فيك. لو شك فيك هيقعد ينبش وراك، انت هتزعلي بعد كده. انا قلت اهو خلاص. الله عليك الله عليك يا كوريا يا بنت اختي. ايوه كده، يا سلام لما الغزاله تبقى رايقه. كلامك ده دخلنا خشيش يا بنت. اي خدمه خير. بقول لك ايه، معاكي موبايله؟ ها؟ يو نمرته يعني؟ لا انا مش معايا نمرته، انا معايا كارته. لا هو مش معايا، هو اداني كارته بس انا ضيعته. طب خش يا اختي دوري عليه، خش دوري عليه وانا هكلمه ورسع الحوار كله. خش خش حبيبي.